نيوماتيك ميكسر او نسميه فلويدايز بلاي دراير، وهذا راح ناخذ اكثر بالتفصيل بالدراينز يوزنج اير ستريم تو فلويدايز اند ميكس ذا باودر كونفكتنج ميكسينج. الفكره مالته انه يجيبون الباودر يخلونه بالبوتوم، يجيبون الباودر يخلونه بالبوتوم ويعرضونه من الاسفل الى ستريم اوف اير اللي هو يعتبرونه الفلويد سواء كان ليكويد او 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 هواء، فيتعرض من الاسفل. فهذه التعرضه من الاسفل يؤدي الى ميكسينجز او باودر وذ ايتش اذر. طبعا هنا حدود الـ يستخدم لعده امور، يستخدم للميكسينجز، يستخدم للدراين، يستخدم للجرانيوليشن، يستخدم للبلات فورميشنز، ويستخدم للفيلم كوتينج. هاي استخداماته اللي هو نيوماتيك ميكسر اللي هو فلويدايز بلاي دراير. عندنا النوتا ميكسر، هذا النوتا ميكسر هذا تشوفونه الكونيكال شيب، هو يعتبر ايديال ميكسر فور اول تايبس اوف سوليد اس كومبايندز ثري ديفرنت ميكانيزم اللي هي ديفيوزيف ميكانيزم كونفكتنج وشير ميكسينج، وكان بي يوز فور دراينز اندر فاكيوم هاز نو ديد بوينت، ماكو ديد سبوت تو ديد بوينت موجوده بالطرف، فماكو يصير ادهيرنس لل البارتكلز على السيرفس اور ذا وول اور ذا ماشين. عندنا الهاي شير ميكسر اللي هو الديوزنا، هذا الديوزنا كان بي يوز فور ميكسينج باي روتيشن بليدر جرانيليشنز باي ادينج بايندر ويت ماس، ممكن نضيف له فد ويت ماس معينه فيستخدم للجرانيليشن ايضا. التشوفر كات ذا ويت ماس انتو جرانيولز، التشوفر هذه اللي تشوفونها هسه هذه البليد مالتها هاي فور ميكسينج، هذه هنا التشوفر هذه شكو فد كتله متكتله، فهذه منتج تضرب بالتشوفر عباره عن شافت وبي فد فان مروحه معينه، فهذه تفتت لي هذه الماس اللي تتكون. تشوفر كات ذا ويت ماس انتو جرانيولز دراينز باي يوزنج hot air vacuums or heated duct. عندنا نوع آخر اللي هو quality grail high share mixers granulator، هذا اللي تشوفونه هاي نوعية البليد مالته هذا تختلف، وهنا تشوبر مالته همينة أيضا يختلف. عندنا الفلو شيت manufacturers of mixed powder، شنو البروسس من نبدي بيها على مود شنو نسوي الميكسينج. أول ما يجيبون الباودر يحطونه بالهوبر، الهوبر هو عبارة عن شكل الكونيكال ويعتبر كمثل الستورج، بعدين يروح إلى البولمل اللي هو فور سايز ريدكشن، بعدين النوفا سيفتر اللي هو سايز سيبريشنز هسه اللي إن شاء الله راح ناخذ المحاضرة الجاية، وبعدين الميكسينج اللي هو باستخدام الميكسر. الميكسينج أوف سيمي سوليد، احنا أخذنا السوليد وأخذنا الليكويد، وهسه راح ناخذ السيمي سوليد. بالسيمي سوليد ايش نستخدم؟ يا اما بيترز هذه مثل المخفقه مال البيض، او النيدر اللي هي العجانات، او ميكسر اكسترودر هسه نشوفه، او رول ميكسر. زين البيتر المثال عليها يسمونها هوبرت ميكسر، او يسمونها بلانيتري ميكسر. بلانيتري هاي اللي تتحرك بهالشكل هذا، تروح وراجعه ومن الجوانب، شايفينها بالعجانات يعني غالبا، بس هي هذه تستخدم كمخفقه مال بيض يعني مثلها. هاي الصوره اللي تشوفونها كونتين الاجيتيتر ارم، هذه الاجيتيتر ارم مالتها ديزاينز تو جيف ا بولينج اند نيدنج اكشن، قلنا هو قريبه شبيهه بالمعجنه فتسحب وتعجن. ذا ارم فيزيت اول بارتس اوف ذا بزل، يعني planetary movements قلنا تتحرك بشكل يعني شايفين الانفينيتي تتحرك بهالشكل هذا رايحة وراجعة، فتغطي لي كل الكونتينر. arm must fit shape of mixing vessel تقريبا 1 مليمتر على مود eliminate dead points الموجودة و provide self cleaning action، اللي راح سوي لي scrapping تقشط لي كل الادهيرنس على الوول اللي جاي يصير من البودر او البيست اللي تتكون. suitable for powder moistings with liquid as during tablet granulations maybe jackets for cold or hot presses. عندنا النيدرز اللي هي العجانات، وهذه تشوفون مثال عليها اللي هي double arm mixers او
uterine mixers or ribosome mixers act by squashing the material, flat foldings it over its it's unsquashing it once more. It consists of two heavy arms. هاي اللي تشوفونها. واحد منهم يشتغل بسرعة أقوى من الثاني، أسرع من الثاني، وهو ملائم بحيث يعني هذا يمر بالفراغ مال هذا وهذا يمر بالفراغ مال هذا. It consists of two arms rotating towards each other at different speed, one operating of twice the speed of the other. البلاد اللي يستخدمونها بالدبل آر ميكسرز أو اليوتراف ميكسر عندنا عدة أنواع من البلاد. عندنا السيجما أو الزت شيب بلاد، وهذا تستخدم فور جنرال بيربس. وعندنا الدبل نابل اللي هو هذا، هذا الشكل مالته همين يستخدم ماتيريال اللي هي غالبا لها بلاستيك كونسيستنسي. عندنا الدسبيرشن اللي هو هذا dispersion blade used for dispersing powders or liquids into plastic masses ointment. يعني استخدم الointment الكريم وهكذا. وآخر نوعين اللي هو الماستيكيتر، هذا الماستيكيتر هذا النوع، والسبايرال اللي هو هذا النوع الأخير، والاستخدام موجود يعني. زين عندنا الإكسترودر، والمثال عليه روتوفيد إكسترودر. هذا قريب إلى نشبه لكم إياه مثل المثرمة، المثرمة مال اللحم. مين تتكون؟ تعتمد على الكاتنج والفولدينج. عندها كونيكال شامبر اللي هو هذا، اللي هو الفيدينج يصير به الإلت مالته. وعندها بعد الهيليكال أجيتيتر اللي هي هاي السكينة مالته. هذه cut and fold the materials on itself as flow towards the discharge end، وتدفعها تقطعها وتسوي لها فولدينج وتدفعها ايضا المن للاوتلت. نتيجه البيتشنج الموجود، الانحناء الموجود بالسكاكين مالته بالبليد مالته. زين ديشارج ثرو اكستروجن داي وذ انتنس شيرينجز. هذا الداي راح يسوي لي نتيجه هذا الدفع، فراح يصير انتنس شيرينجز. سكرو اجيتيتر كات اند فولز ماتيريال از فلو توورز ذا ديشارج اند. عندنا الاوتلت اوف روتا اللي هو الديسشارج مالته، قلنا يا اما يتكون من سنجل نارو داي، وهذا يستخدم للميكسنس. وعندنا نارو سيف اللي هي شايفينها بالمثرامات هاي الموجوده، يوز فور سايز ريدكشن. وعندنا وايد سيف سوري يوز فور سايز انلارجمنت بالجرانيوليشن. الاستخدام مالته كلي اند ثيرموبلاستكس اللي هي بوليمر ماتيريال ديفيكلت تو ميكس، ويستخدم بالجرانيوليشن بروسس. وعندنا اخر واحد اللي هو الميكسينج رول اللي هي تريبل رول، تتكون من ثلاث رولات. هاي ثلاث رولات يوز فور سايز ريدكشن اعتمادا على الفتحه اللي موجوده بين الرولات اثنين، ويستخدم ايضا للميكسينج، ويستخدم ديسبيرس سولز ان اوينتمنت اند بيست. ماتيريال سبجكت تو انتنس شير باي ريبيتد باسينجز بتوين سموث ميترز رولز tunings are different speeds. يعني مو بالضرورة أنه high speed نفس high speed أو high speed نفس high speed، لا تختلف speed مالتها. The gap between rolls is adjusted for controlling the fineness of the dispersion. يعني اعتمادا على ال space الموجود بين ال rolls هو راح اللي يتحكم لي بال size of the particle. Roll can be cooled by passing water through the insides of the roll. يمررون جاكيت، بس جاكيت هنا راح يكون من الداخل of cold water، فعلى مود يبرد لي العملية خاف يصير بيها تحت. واضحة طلاب؟ طلاب واضحة؟ دكتور احنا جاوبنا، انا جاوبت انه على ذني خصوص الكويز. هسه نسألك شو مالحنا؟ نعم. ما عندي مشكلة، ألغي عادي بيوقع نسأل سوى مشكلة. بس الشاهد أنا أرد أعودكم، أرد أعلمكم أنه التزام بالوقت، التزام كذا، هذا الكويز مو مشكلة سهلة. تردون أي لغي اللغة ما عندي مشكلة. التزام بالوقت، بس يعني إحنا بهاي الحالة ما حنا مقدر وضع أنه إحنا بنت موجود بالعراق، يعني هو الرابط ما لحق ينفتح.
لا الرابط لحق ينفتح ولحقوا جماعتك ينفتح الرابط وش اسمها هسه بدون هاي المقوله هاي ادري بيها وهاي تركوها رحم الله والديكم هاي تركوها ف خلونا يعني انسى الموضوع مال الكويز رجاء يعني دكتور هسه انا يعني انا بكل المحاضرات مهتم وهاي المحاضره هسه النت عندي فصل دخلت لقيت الكويز مبادئ ومنتي وانا ما يعني خلال يعني ربع ساعه يعني. قسمتك هاي شو اسوي لك ضرغام يلا يعني خو ما نقعد احنا مثلا الكل طالب نشوف الظرف مالته والوضعيه والولف في الامتحان ما فيش حاجه ما عندنا يعني مارتكوز هو مثلا على سبيل المثال كل واحد ومداد اخوه واستجابته مو صحيح صح دكتور هذا احنا وياك الثانيه اخذنا الميكسينج وراح ناخذ بروسس ثانيه اللي هي الميلينج شنو هي الميلينج هي ميكانيكال بروسس عمليه ميكانيكيه اوف ريدوسينج بارتيكل سايز اوف سوليد نقلل بارتيكل سايز للسوليد عده تيرمز للميلينجز ممكن نستخدم كونيوشن ممكن نستخدم كراشينج ممكن ديسنتجريشن ديسبيرشن grinding, pulverization. كلها هاي تصبوا مصطلح واحد اللي هو شنو من يقول لي؟ Size reduction. Size reduction. Have been used in a Muslim basis on the products, equipments and the process. يعني كل مصطلح من ذني يستخدم يمتى نستخدمه حسب ال اعتمادا على المنتج مالتي اعتمادا على الماكينه مالتي الاكويبمنت اعتمادا على البروسيس الطريقه مالتي فممكن استخدم ما اقول ميلينج اقول كراشينج مثلا او اقول ديسنتجريشن حسب البروسيس مالتي او بلفرايزيشن واحد الفاين بارتيكلز كان بي بروديوس دايركتلي باي كنترولينج بريسيبيتيشن من يقول لي شنو هاي controlling precipitation شلون أسيطر على البارتكلز بالcontrolling precipitation بس عيد السؤال يقول الفاين بارتكل ممكن تنتج عن طريق عدة طرق الأولى اللي هي controlled precipitation دكتور من خلال يعني من ننزل الباودر على المش راح حسب الكمية مالته أنا يعني راح أسيطر على كمية الباودر اللي راح ينزل أو يترسب شكرا مداخلتك بس لا بعد دكتور العفو اعتقد انه مسيطر على الحرب بين خلال يعني دكتور هو سيطر على الراس من خلال استخدام فلتر معين يعني حتى استخرج البارتيكل المناسب لي لا بعد دكتور اكون راسب عن طريق اضافه مواد معينه أكون راسب الراسب نفسه هو فاين بارتيكلز شلون يعني اشرح لي دكتور يعني ارسب المادة اللي تمام زينب كملي يعني مثلا احنا نريد مادة نرسب مادة معينة نضيف محلول بحيث يرسب هاي المادة ما يرسب غيرها ويرسبها بحجم معين يعني جيد 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 ممتاز جدا control precipitations precipitations ينتى يصير لما يكون عندي محلول جاي يصير بي precipitations ما عندي باودر أنا هسه على مود يصير بي precipitations محلول ويصير بي precipitations شلون أسيطر عليه مثلا مادة ذائبة بسولفنت معين فأنا سد المايكات سد المايك أحمد سد المايك
المادة مالتي دائما بسولفنت معين. إبراهيم صد المايكات، طلاب صد المايكات. المادة مالتي دائما بسولفنت معين، فأنا أجي شو أسوي؟ أضيف لها سولفنت ثاني، هذا السولفنت الثاني يكون هاي المادة شبيهة غير ذائبة به، فراح يصير بيها precipitations. هذا اللي يسمونه عملية control precipitations. crystallizations ممكن هي البناء الداخلي يعني highly arranged، يا أما أتوم يا أما مولكيول، فتترتب شكل crystals. فعندنا عدة طرق، ممكن يعني من المحلول وصير crystals، ممكن من الغاز وصير crystals، وهكذا. عندنا drawings of a fine spray of solutions اللي هو إن شاء الله نأخذه بالدراين. fine spray of solution يعني عندنا solution ونسوي له spray، وهذا spray يكون يمر من خلال nozzles، نتحكم بالسايز مالت الدروبلت مالتنا، بعدين نسوي له drawings ينتج لي شنو؟ ينتج لي الكريستالز. milling equipment is usually classified according to the size of the milled product. ممكن نقسمه coarse، ممكن انترميديت، وممكن فاين. الكورس لما يكون عندي اكثر من 20 مش، وهسه نجيها شنو المش، والانترميديت من 20 الى 200، والفاين اصغر من 200 مش. زين شنو المش؟ دائما يعبرون على الحجم مال بصوره عامه، يعني السيف باستخدام المش او البارتكل باستخدام المش، هو عدد الاوبننج بير لينير انش اوف ا سكرين. نفرض هسه هاي السكرين، نبدأ نحسب إيش كم فتحة بالإنج الواحد، فمثلاً 1 2 3 4 5 6 مثلاً على سبيل المثال. طبعاً الإنج هو من يقول إيش قد الإنج بالسنتيمتر؟ قد يعادل من السنتيمتر؟ 2.54. 2.54 ممتاز ممتاز ضرب. 2.54، فنحسب عدد الفتحات بالإنج الواحد، عدد الفتحات بالإنج الواحد هو هذا يسمونه المش. مثلا نقول مش نمبر 5، فإذا هي 5 فتحات بإنج واحد. زين التايب اوف ستاندرد سيفز عندنا نوعين، يا اما واير مش سيف، يستخدمون الواير، هو عدد المش بير 1 انش ان ايتش دايركشن بارلل تو ذا واير. مثلا سيف 10 ب 10 مش، يعني 10 فتحات، عندي 11 واير على اعتبار واحد بالبداية وواحد وين بالنهاية. زين size of particle passing the sieve يعتمد على عدد المش per inch، يعني المش number، والواير diameter. كل ما كبر الواير diameter particle شبيهة اللي تفوت من خلال هذا المش أكبر. دكتور أصغر؟ أكبر؟ لا أصغر. ما كبر الواير داير هو المحيط مالت المش. ايه كل ما صار اسمك الواير الفتحه راح تقل. نعم دكتور، يعني كانما انا جاي اشد من الجانب فيصير اصغر. بالضبط. نعم. بالضبط بالضبط. زين عندنا النوع الثاني اللي هو perforated blade sieve، هذا اللي تشوفونه بالصوره perforated blade، بليته ويبدون يثقبونها بشكل متساوي. used in impact hammer، هسه ان شاء الله بقيه الحياه من المحاضره الجايه ناخذه. المود اوف drilling holes in metal blade، made of drilling holes in metal blade، يعني ثقوب يحثونها وين بالبليته مال معدن معين. الادفانتج هاف سيركولر اوبننجز نوت سكوير. طبعا هذا الحكي قديم، بس حاليا كل شيء جاي يسوون، يعني بالبليت من يثقبون مو بالضروره يعني الا سيركولر، ممكن تكون سكوير، ممكن تكون تراينجل، ممكن كذا. المهم as wire mesh so the sieves are with larger size. سوري طلاب هسه بس خويا تمام. فمثل ما قلنا مو بالضروره الا سيركولر، قديم هذا الكلام.
بس حاليا كل شيء يصير all aperture are كل الثقوب الموجوده are equidistant arranged at apices of equilateral triangle. فتشوفون هسه مثلا لو تاخذون مثلا على سبيل المثال نكبرها هاي الصوره كبروها يمكن مثلا وتاخذون ثلاث فتحات راح تلقونها تقريبا نفس المسافه مشكله في المثلث بيناتها بنفس المسافه ماخذتها made with great accuracy less susceptible to distortion. يعني مو مثل السيف العادي اللي هو واير سيف ممكن ينغلق ممكن كذا ممكن ينعوج هاي تكون اقوى شيء. زين specifications are set with respect to blade thickness الاهتمام ناخذه بنظر الاعتبار مع البليد ثيكنس والنومينال ويدث يعني ايش قد ينطرقهم مثلا مش نمبر كذا مش نمبر 20 مش نمبر 40 وهكذا نومينال ويدث اوف بريدج ويش كنترول ذا سيف سترا. الميكانيكال سيفنج ميثود الميكانيكال سيفنج ميثود اللي هو الـ هذا السيف اللي عندنا عندنا عنده طرق واحده من عندهن الاجيتيشن ميثود واحده من عندهن من الاجيتيشن ميثود يقسم الى قسمين اللي هو اوسيليتنج او فايبريشن اوسيليشن او فايبريشن. هنا سيف از مانتس ان اف فد هيكل معين هذا اللي تشوفونه هنا ذات اوسيليت باك اند فورث يعني صعودا ونزولا حركه جانبيه صعودا ونزولا وهكذا هذا الاجيتيشن هذا النوع الاول اللي هو اوسيليتنج method is simple but the material may roll on the surface of the sieve and special fibrous materials tends to roll. يعني مو بالضرورة الماتيريال خصوصا إذا كانت عند fibrous material تنزل من السيف لا تبدأ تتحرك هي أساسا مثل تدحرج على السيف الموجود. عندنا ال vibration هذا اللي هو تشوفونه بالرسمة الثانية المش is طبعا ما فاهمها يقل لي أوقف وإذا ما شو اسمه يسجل ملاحظته نهاية المحاضرة أعيد أي سلايد يريده أنا حاضر إن شاء الله. The vibration اللي هو المش is vibrated at high speeds at an electrical device using 50 هرتز AC. The advantage is it has less probability to clog and mesh. يصير بهذا اهتزاز عن طريق تزويد بالكهرباء فيهتز ويسوي لنا عملية السيف. زين عندنا طريقة أخرى اللي هي brushing method. عندنا الاجيتيشن ميثود وعندنا البرشنج ميثود هذا اللي تشوفونه الباودر يوضع على المش سيرفيسز واكو فد برش موجوده يتحكم بها فد موتر معين وهذه تسوي له عمليه سبريدنج على المش سيرفيس ويصير عمليه السيف. يقسمونها قسمين عندنا سمول سكيل برودكشنز هوريزونتال سيركلر سيف از امبلويد من خلال دائري with a single brush rotating about the midpoints of the sieve يعني تفتر دائما دائرة هي هذه مثل ما تشوفونها. Large scale productions horizontal cylindrical sieves is employed with a spiral brush rotating on the longitudinal axis of the sieve. زين عندنا الطريقة الأخرى اللي هي centrifugal method. Use vertical cylindrical sieves with high speed rotor inside the cylinder so that the particles are thrown outward by centrifugal forces. The air current treated by movements of particle assists sieving also. It is specially used for sieving very fine powder. وهذا طبعا مو بالضرورة إلا يكون vertical. يعني أكو عدة أشكال ممكن أكو horizontal. أنا إن شاء الله هسه صورة أنا محضرها بس ما نزلتها أنا ما أدري. صار مستيك أنزلها لكم إن شاء الله وأعيد إرسالها مرة ثانية. دكتور سنترفيوجال ميثود هي نفسها اللي نستخدمها بتحليل عينات الدم يعني نفس الفكرة بس هنا أكو سيف هنا موجود والسيف هذا يفتر يعني داخل أسطوانة وتفتر بسرعة عالية ونتيجة السنترفيوج اللي هي قوة طرد المركز. تمام. زين عندنا
عندنا النوع الآخر اللي هو الويت سيفينج مور افيشنت ذان دراي سيفينج، يعني خصوصا إذا رطبناه شوية. السسبندد بارتيكلز pass readily and easily through the sieve with less blindings of the mesh. يعني إذا كان رطوبته خفيفة راح يمر، يعني جزء البنات شايفاتها مثلا بالطحين بأي شيء، إذا فد رطوبة خفيفة راح يشوفها بسهولة راح يمر نوعا ما بالسيف. The process has clear limitations like suitability for moisture sensitive materials، مثلا ملائم للsensitive material غير ملائم. Area per unit weight, which is not a specific surface. يعني هي المساحة لوزن معين. شو نسميها؟ المساحة السطح النوعي. Specific surface area. مساحة السطح النوعي. That's increased by size reductions. كل ما قللنا size of particles راح يشبي the surface area. راح تزداد. يمتى نسميها specific surface area؟ لما عندنا وزن معين محدد. وزن نعرفه، ولذلك هي surface area per unit weight لوزن معين. زيادة هاي specific surface area يأثر لي على شنو؟ يأثر لي على the solutions and therapeutic efficacy. يعني ممكن هسه نشوفها مثلا على سبيل المثال غريسوفوبين، لما قللوا particle size مالته اللي هي specific surface area ازدادت مالته، قلت الجرعة إلى النصف مثلاً. control يأثر لي على duration of adequate serum concentrations اللي هو يكون ضمن الثيرابيوتيك ويندو. rheology and product syringeability بالسرنج، قلل السايز ممكن صار بسهولة يندفع بالسرنج. مثلاً rectal absorptions of aspirins from theobroma oil suppository اللي هي base mass suppository. نفس الشيء زيادة الانتسبتيك اكشنز للكالومين من قللوا بارتكل سايز. بعض الانهيليشن ايروزول، فكل ما يقللون البارتكل سايز يبغوا يوصل ابعد نقطة للبرونكيولز للالفيولاي وهكذا. عندنا الاكستراكشن يأثر لي على الاكستراكشن، بس قلنا بالبداية يأثر لي على الديسوليوشن. النقطة الثانية يأثر لي على الاكستراكشن. كل ما كان السيرفس البارتكل سايز اقل، السيرفس اريا اكثر، زاد الكونتاكت ويا من ويا السولفنت، زاد الكونتاكت ويا السولفنت، فصارت المور افيشنت عمليه الاكستراكشن. بعد ياثر العمليه دراينج، زيدنا السيرفس اريا، زيدنا الايفابوريشن السولفنت ايفابوريشن، زيدنا الكونتاكت الهوت اير على مود يسوي الايفابوريشنز وهكذا. الفلوابلتي، فلوابلتي أيضا مثلا البارتكل سايز يأثر لي على فلوابلتي. مرات إحنا نزيد البارتكل سايز على مود نحسن الفلوابلتي، وهذه إلها ليميت معين مثل ما أخذته. عندنا الميكسينز أور بلندينج، وهنا لازم مو فقط مثلا نقلل السايز أو نزيد السايز، لازم أكو السايز رينج نقلله، السايز رينج نقلله. فإذا قللنا السايز رينج العملية الميكسينج راح تكون مور افيشنت مثل ما أخذتوها بالمحاضرة القبل. عندنا الفورميليشن، مثلا اللوبريكانت لازم، يعني هي هاي مواد نضيفة على مود تسهل عملية الفلوابوليتي اوف ماتيريال بالتابلت ماشين بالكابسول ماشين. فهاي شو تسوي؟ تجي السيرفس او بارتكلز دي اكو فد روفس معينة، غروس معينة، أكو فتح حفر معينة، وهاي تجي هي فاين بارتكل جدا قليلة، فتجي تمليها، بتقلل عملية الأبريجن، تقلل عملية الاحتكاك الموجود بين بارتكل وذ إيش أذر أن بارتكل وذ المشين، فراح تحسن الفلوابلتي. البارتكل سايز، بارتكل سايز طبعا تكون إرريجولار شيء بارتكل سايز، بس هم أخذوها على مود بدون سهل لهم عملية الحسابات، أخذوها تكون على شكل spherical، فلذلك حجم الدائرة اللي هو 4 على 3 نصف قطر تكعيب في النسبة الثابتة، إذا تذكروني هو نفسه النسبة الثابتة في الدايميتر تكعيب على 6، هو نفسه 4 على 3 في النسبة الثابتة في نصف قطر تكعيب، هو نفسه هذا، يعني تحويل لهذا
دايميتر أخذ جذر تكعيبي إلى 6 فوليوم على اللي هو فوليوم أوف سفير اللي عبرنا عنها على النسبة الثابتة. عندنا الأفرج دايميتر أو نسميه أرثمتك أفرج دايميتر هو مجموع الدايميتر على عددهم، يعني مثلا عندي مثلا فد 20 بارتكل على سبيل المثال، أجمع كل دايميتر من بارتكل أجمع كلهن سوا وقسمهن على عدد، هذا شو نسميه دايميتر أفرج. عندنا جيومتركال دايميتر، لا هذا الجذر لعدد البارتكلز مضروبات مع بعضهن الدايميتر، جذر لعدد الجذر لان اللي هو عدد بارتكلز وتحت الجذر يكون هو الدايميتر او بارتكلز مضروبات مع بعض، وياخذ اللوغ دي وهسه نشوفها شنو تطبيقاتها. زين عندنا ميديا دايميتر يا اهل عيده دكتور استعد قبله اي دكتور من الدايميتر افرج دايميتر والجيومتريك اي دكتور بس لان هنا قواني الافرج دايميتر تاخذ عدد مثل بارتكلز عندك فد 100 بارتكل بهن دايميتر معين كل وحده لها دايميتر انت حسبتها فتجمع هن ذن الدايميتر وتقسم على عددهن يطلع الافرج هذا الافرج اللي تاخذونه عادي معدل عندنا الجيومتريك دايميتر لا ياخذ الجذر ان اللي هو عدد البارتكل تحت الجذر راح يكون الدايميتر مضروبات مع بعض. نعم. هنا ما أخذ رجع ما أخذ اللوغ محلل هذا يساوي لنا N لوغ D على مجموع N مجموع N لوغ D على مجموع نفسه هذا من يأخذ اللوغ هيش يتحلل هاي طريقة ما التحليل. نعم دكتور. زين دكتور لازم أخذ اللوغ؟ هسا نشوف هسا نشوف. يا هن ناخذ هاللوغ يا هن ما ناخذ. عندنا الميديان ميديان دايميتر. ميديان هي القيمة الوسطية. تذكرونها بالإحصاء أو ما تذكروها؟ نعم دكتور. يعني إحنا من يقول يمتى ناخذ الميديان ويمتى ناخذ الأفرج المين؟ دكتور ما ذكرت أنا في المرحلة الأولى ما أخذنا هاي المادة بشكل مضبوط. يعني ما تذكرونها مثلاً يمتى نأخذ المين يمتى نأخذ الميديان يمتى نأخذ المود المود تركنا سمينا بس المين والميديان هسه يمتى نأخذ ما حد عنده اطلاع طبعاً نأخذ المين لما تكون عند متقاربة ترى يعني تقريبا كنفس القيمة المين أشبه نفس القيمة لا 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 المين الوسيط الميديان المعدل الميديان الوسيط المين المعدل المين ناخذه لما يكون عندي القيم متقاربة يعني مثلا عندي على سبيل المثال 10 قيم كلهن يتراوحن 10 بارتكلز كلهن يتراوحن دايميتر مثلا 5 6 5 كذا ايش اسوي انا شاخذ اخذ المين مالتهم لان هن متقاربات لما تكون عندي مثلاً 9 من عدهن متقاربات ووحدة أوتلاير مثلاً كلهن متقاربات 5-6-5-6 وتجي وحدة من عدهن طافرة 100 البارتكل سايز مالتها فمن أجي أخذ المين راح شبيه يصعد ليها للعشرين مثلاً على سبيل المثال صح؟ وياي؟ نعم دكتور وياي طلاب؟ هذا العشرين اللي طلع لي هل هو هذا صحيح لو مو حقيقي مو حقيقي فلذلك اكتشفوا فد 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 معدل ثاني اللي هو سموه الوسيط الميديان قالوا نرتبهم بشكل تصاعدي أو تنازلي ونأخذ القيمة بالنص فقط هاي تعبر لي عن الميديان وقلنا هاي نستخدمها لما يكون عندي أوتلاير لما يكون عندي أوتلاير يعني شنو أوتلاير يعني قيمة خارج القيم بعيدة عنه زين نجي للسلايد الميديان دايميتر is the diameter of which 50% of particles measures as less than the stated diameters فهسه هنا من اجى رسم هذا الرسم يسمونها cumulative distribution plot
كوميوليتيف حفظوها كوميوليتيف ديستريبيوشن نوت. يعني شنو كوميوليتيف؟ يعني جمع الاولى ضاف عليها الثانيه طلع القيمه الثانيه، ضاف عليها الثالثه طلع القيمه الثالثه، ضاف عليها الرابعه طلع القيمه الرابعه، ضاف عليها الخامسه. هذا يسمونه كوميوليتيف ديستريبيوشن بلوت. يعني السايز مات الاولى جاب الاولى مثلا على سبيل المثال هي هسه هنا زقت تقريبا 7 والثانيه مثلا 8 فضافها على الاولى صارت ايش قد؟ صارت 15. الثالثه مثلا 8 صارت ايش قد؟ 23 وهكذا واستمر بها. هذا يسمونه كوميوليتيف. فهنا رسم السايز فيرسس بيرسنت. البيرسنت اللي هي قيمه هذه الكوميوليتيف على الكليه المجموع الكلي الوزن الكلي مالته او الحجم الكلي مالته. فمن اجى اخذ ال 50 طلعت له هاي الرسمه اللي هي موجوده. فهذا شو نسميه الكوميوليتيف ديستريبيوشن. لان هسه راح يجينا نورمال ديستريبيوشن او سكيو ديستريبيوشن زين. الارثمتيك والجيومتريك مينز ان ذا ميديانز هاف نو فيزيكال سيجنيفيكانس ما له نيش اهميه. مثلا شوف الباكينج اون ذا فلو اوف فودر اور جرانولز يعتمد على الحجم مالته. اذا الباكينج سوري اذا الباكينج يعتمد على الحجم مالته السايز شود بي اكسبريس از مين فوليوم دايمتر. نطلع هسه نشوف شنو المعادله مال مين فوليوم دايمتر. اذا احنا بالنا نريد الحجم الكلي مثلا مال باكينج مال تلفلو مال باودر نريد الحجم نركز ننصب عيننا امام الحجم. فهنا ايش راح نطلع ما يعرف بالمين فوليوم دايمت. اذا لا مركزين اهتمامنا على الديسوليوشنز او ادزوربشن بروسس هنا البارتكل سايز شو نسوي؟ نطلع المين سيرفيس دايمت. اذا مركزين اهتمامنا على السيدمنتيشن مثل اللي يحصل بالسسبنشن هنا راح نعتمد على الستوكس اكويشن. عندنا هنا هذا السايز فريكوانسي داتا اللي هو السايز على الفريكوانسي مثلا بارتكلز بها حجم 5 ايش قد عددهن؟ 5. بارتكلز السايز مالتها 10 مايكرومتر عددهن 15. بارتكل 15 مايكرومتر عددهن 45 وهكذا. هذا يسمونه السايز فريكوانسي داتا are conveniently plotted on the arithmetic probability of logarithmic or logarithmic probability. يعني ممكن على ورقة عادية ورقة بيان عادية أو على ورقة بيان. فنلاحظ هنا نشوف هسه هنا السايز مالته من 4 إلى مثلا مثال هو هذا ما تحفظونه مثال هذا الجدول مثال على مود تفهم. فالمين سايز ما أخذها 6 اللي هو من 4 إلى 7.9 أخذها طلعت 6 تقريبا. عدد البارتكلز هنا 5 بارتكلز ان في دي عدد البارتكل في السايز مالتها طلع لي 30 لوج دي طلع لي هذا الرقم ان لوج دي طلع لي هذا الرقم ان دايمتر تربيع ان دايمتر تكعيب وان دايمتر اسابع. وهنا بالنهايه اللي هو السميشن مالته المجموع مالته. ليش ان هذا الجدول مسوي على مود يعني ندخل معادله هسه راح نجي. احنا قلنا اذا اهتمامنا بالديسوليوشن والادزوربشنز راح ناخذ المين سيرفيس دايمتر. شنو الاكويجن مالته؟ هاي الاكويجن مالته زين. المين فوليوم دايمتر اذا عدنا على الباكينج والفلو فشنو الاكويجن مالته؟ هاي الاكويجن مالته. الفوليوم سيرفيس مين هاي الاكويجن مالته. الويت مين هاي الكويجن. الفوليوم سيرفيس مين يعني باكينج وادزوربشن اثنينهن بالضبط بالضبط. نعم زين دكتور هالمعادلات بيجي فور شو وقت تحتاجه؟ يعني هو نستخدمه بالعادي يعني هو ينطلب مثلا بالستوكس اكويجن ممكن وهنا ما ذاكرين تطبيق له. نعم بس هي ذاكرينها كمعادله هاي معادلات. احنا هنا بالمعادله ما عندنا تطبيق صراحه. انا ما باحث عن الويت مين بس ذني هنا موجوده. نعم دكتور شوف تفضلي. منو سالي هذا تحكي له منو دكتور نفضل له منو اللي راضي ذني تحفظونه الاكويجن مالته تحفظونه
فمثلا من اقول لك مثلا على سبيل المثال اقول لك فور باكينج لما يكون نصب اعيننا الباكينج ايش استخدم يا نوع من الميم شيل الايكويشن مالته انت راح تقول لي استخدم مثلا فوليوم والايكويشن مالته كذا دايمتر او فوليوم يساوي لنا جذر التكعيب الكذا عندي تكعيب على واضح زين من الساعة ايش اخذنا اخذنا الكوميوليتيف ديستريبيوشنز هسه النورمال ديستريبيوشنز النورمال ديستريبيوشنز عكس لي هو هنا بيرسنت ليس ذان مو كوميوليتيف هنا بيرسنت ليس ذان وبالواي اكسس ما اخذ السايز يعني البارتكل سايز اللي هي مثلا 1.2 على سبيل المثال ايش قد السايز مالتها العفو السايز اللي هي 9 تقريبا ايش قد ماخذ النسبه من الكليه هذا البيرسنت مالت البارتكلز اللي سايز مالتها 20 ايش قد البيرسنت مالتها راح تكون مثلا 50 بارتكلز كذا فلاحظ هنا الالفا مثلا هو ماخذ السايز من 84.3% الى 50% يعني من 50% الى 84 كذا فطارح لي عدد البارتكلز اللي هنا البارتكل سايز من البارتكل سايز اللي هنا هاي هنا خطأ فيها هي 27.5 ناقص 20 ويساوي لي 7 طبعا هاي من الكتاب مالكم بس هو خطأ عن الكتاب اللي هي 27.5 ناقص 20 طلع لي 7.5 واضحة زين عندنا skewed distributions هنا skewed distributions نفس النورمال ديستريبيوشن بس هنا ايش اخذ اللوج العفو بلوت كوميوليتيف بيرسنت اجينست لوج اخذ الجمع اللي بين الاول والثاني الاول كوميوليتيف بيرسنت والثاني نورمال ديستريبيوشن فاخذ الكوميوليتيف بيرسنت واخذ شنو بس الرسمه نفس النورمال ديستريبيوشن واخذ اللوج رسمها على اللوج فانتجت لي هذا طبعا هاي همين خطأ 2.9 مو 2.92 لا هي 29.2 أنا راجعت الأرقام فهي 29.2 Particle size شلون نحدد particle size يا إما نحدد عددها باستخدام الميكروسكوب يا إما نحدد الوزن particles باستخدام السيف أو sedimentation أو centrifugation أو اليوتريشن اللي هو هسه ناخذه إن شاء الله أو عن طريق تحديد الفوليوم أو بارتيكلز باستخدام كولتر كاونتر أو باستخدام اللايت سكاترينز اللي هو دايناميك لايت سكاتر صد المايك أطلع زين الميكروسكوب الميكروسكوب is most direct method for size distribution measurement its lower limit of applications determined by the solving power of the lens تعتمد على مدى قوة اللينس اللي استخدمها particle cannot be resolved if its size is close to the wavelength of the light sources يعني ما أقدر أحللها إذا كان الحجم مالتها قريب للويف لينث لللايت اللي أستخدمه مثلاً سد المايك شهد زين مثلاً إذا استخدمنا وايت لايت مثل بالأوردينر مايكروسكوب البارتكلز راح يكون القياس مالتها من 0.4 إلى 150 مايكرون مثلا اذا جبنا عدسه نوعيه خاصه واستخدمنا اليو في لايت ممكن نقيس الحد 0.2 باستخدام الالترا مايكروسكوبس هسه راح ناخذها سي متين وممكن يكون 0.1 الى 0.2 0.01 الى 0.2 مايكرو متر دايمتر اوف باتكس اون ذا سلايد ار ميزرز باي مينز اوف كالبريتد فيلر مايكروميتر اي بيس هاي الاي بيس مال المايكروسكوبس واللي هي هاي يسمونها فيلر مايكروميتر. The hairline of eyepiece is moved by the micrometer. المؤشر مالته نحركه بالمايكروميتر للطرف البارتكل ونثبت القياس
ونرجع نقيس للطرف الثاني ونثبت القياس ونطرح وراح يطلع لي particle diameter. All of particles are measured along with arbitrary fixed line معين نقيس. زين الجراتيكلز ممكن يستخدمون هذه اللي تشوفونها أشكال من الجراتيكلز وبها أشكال أخرى بصراحة. مثلاً بها grid of circular or square، هذا أساعد تشوفونها square صورة من circular تدرون تشوفونها منها موجودة. Are used to compare the cross-sectional area of each particles in microscope fields، يعني ناخذ الجراتيكل هذه ونخليها على مكان معين، مثلاً الجراتيكلز هذه بها حجم معين، نحسب عدد البارتيكلز اللي هي بهذا الحجم وندنيها المقطع الثاني الثالث الرابع كذا، حسبنا البارتيكلز الموجودة بكل الفيلد، كل الفيلد حسبناها بهذا السايز مال الجراتيكلز، نجي السايز آخر مال الجراتيكلز وهكذا نقيسه إلى أن نغطي كل السايزات اللي أريد. واضحة طلاب؟ يعني عدسات نستخدمين احنا؟ هن ذني جراتيكلز مو عدسات، العدسات بيشي قبلها. نعم الفيلر من الفيلر مايكرومتر هي هاي اي بيس ديش العدسة. هي هاي قريبة يعني للعدسة ايضا، بس هي هم عدسة، هي لازم عدسة على مد... تشوف من خلالها. بس هذه شبيها، هذا بيها مؤشر ثابت انت تحدده، مو مثل القبلها، القبلها تجيب المؤشر الدني للطرف وتسجل قياس الدني للطرف الثاني مثل المسطرة. نعم وش اسمه، لا هذه هي جراتيكلز بأشكال معينة تخليها وتغطي فيها بالميكروسكوب. تمام طلابي؟ زين الباتك فيز to be counted should be random. British standards of microscopes counting recommended at least 625 particles. منتبهين طلاب؟ احكوا لي بالمايك، انا مرات شو اسمه قلنا هذا الجراتيكل هي ايضا عدسه، بس مو هي العدسه الأساسية، عدسة تستخدم للقياس فقط، بيها قياس ثابت شبكة مرسومة عليه، وممكن تكون على شكل مربعات، ممكن تكون على شكل دوائر وهكذا، ما تشوفون أشكال مالتها، فهذه يغطي الفيلد بشكل عشوائي ويحسب لي بحيث يغطي لي كل أطراف الفيلد، ولازم أقل شيء من نجي نحسب يعني 625 بارتكلز أنا حاسبها بالفيلد الواحد، بالفيلد كله. size distribution وايد يعني عريض، اكو اختلافات بالاحجام ممكن نزيدها، واذا size distribution قليل ممكن نوصل حتى 200 particles. الadvantage مالته يكون accurate supply information، ينطينا المعلومات 2 dimension طول وعرض للparticles، ما ينطيني size مالته. supply permanent record تسجيل، سجلت انتهت بعد خلصت، سجلت خلصت مو عيد بعد. disadvantage مالتها tedious مملة، يعني انت على ما تحسب لك 625 particles او اكثر مهارة معينة. the image is only two dimensions solved by using electron microscope. الالكترون مايكروسكوب عندنا نوعين، عندنا scanning electron microscope وعندنا transmission اللي هي السيم والتيم، تحفظونها هاي الابريفيشن تحفظونها. الادفانتج مالها يكون الايمج 3 دايمنشن، بارتكل سايز ميجر رينج من 0.01 الى 0.2 مايكرو. عندنا النوع الاخر، احنا اخذنا الميكروسكوب، عندنا النوع الاخر اللي هو السايز سيبريشنز اللي هو السيم. السيم يتكون من of cloth with square openings، يعني منخل عادي بس شنو مسطر واحد فوق الثاني.
يتكون من series of sieves، خمسة sieves أو أكثر. arrange so that the sieves with ويرتبونه خمسة فما أكثر، يرتبونه سيب الفتحات أكبر يكون بالأعلى وسيب الفتحات أقل يكون بالأسفل. زين. That's to say descending mesh size and ascending mesh number. تبهوا لي خاف يجيكم mesh size يكون عكس mesh number. إذا ازداد mesh number mesh size فيه يقل له ازداد. إذا ازداد mesh number لا يقل. يقل فهاي انتبهوا لي. mesh size نجيب لكم mesh number شنو؟ زين. باليونايتد ستيتس اكو عندنا نوعين من المش مستير. عندنا الدايلر ستاندرد سكيل والريشيو اوف ذا ويدث اوف اوبننجز ان سكسسيف سيفينج از جذر اثنين. بصراحه جذر اثنين انا ما مقتنع بيها وهسه اقول لكم ليش ما مقتنع بيها. وش يريد يقول؟ يقول بالدايلر ستاندرد الريشيو اوف ويدث اوف اوبننج ان سكسسيف سيفز از جذر اثنين. من يقول لي شنو هذا؟ تاسرع سبع بعد ما نايم. يلا يعني دكتور النسبة بالفتحة ايه ولا دكتور واحدة اكبر من الثانية شوية شوية بالتدريج لا فهي النسبة بينها جذر اثنين ما اعرف يعني اعطيني وضح لي اياها. السؤال هذا السطر الأخير تايلر ستاندرد سكيل ريشيو أو فودث أو بافنينس إن سكسسيف سيفز إز جذر اثنين يعني فتحة أكبر بمقدار جذر اثنين يعني. دكتور قصد الفتحة اللي جواها هي مربع للثاني يعني تربيعها عكس الجذر. على شيء بالأعلى هو أعلى فتحات وبالأسفل أقل فتحات فبيناتهم الفرق بيناتهم يكون مقدار جذر اثنين بين طبق وفرق. انتبهوا دائما أقول لكم ركزوا على العبارات الريشيو ريشيو يعني السيف بين السيب واللي جوا راح شو تكون؟ راح تكون جذر اثنين ضعف جذر اثنين. هسه هاي قلت لك انا ليش ما مقتنع بيها. هسه شوف نجي نطبق. شوف هسه هذا عندنا تايلر ستانس وعندنا يونايتد ستاندرد. شوف هسه هذه المايكروميتر وهذه المش مالتها. تبهين وياي؟ قسمولي الثانية على الأولى. قسم الثانية على الأولى لأن يعني هو two successive series. successive series يعني من خلال اليوم. فمثلا قسموا لي 4199 تقسيم 5000 و603 ترى 1.1 اخذ الجذر مالتها. يعني 5613 على سبيل المثال 5613 تقسيم 6499 1.2 يطلع 1.2 1.2 قسموا للثانية
4699 على دكتور الجدر طلع 1.07 للواحد 1.15 الناتج مال التقسيم الثاني على الأولى. الثاني على الأولى؟ لا الأولى على الثانية. الثانية على الأولى. نعم. دكتور بس أريد نعرف إن الأرقام شنو؟ هو تقريبا نفس الشيء دكتور. الأولى على الثانية طلعوها الأولى. الثاني على الثالثة في 1.2 تقريبا. لا شوف شوف حبيبي. هذا الرقم. انتبه وياه انتبه وياه انتبه وياه انتبه وياه. ويقول النسبة بين السكسسف سيف إيش قد جذر اثنين. من نجي نأخذ إحنا جذر اثنين إيش قد شو يساوي؟ 1.4 صح؟ 1.4 يعني النسبة إيش قد تساوي ل 1.4 صح؟ نعم. أنت تجي تقسم هسه السيب الأول على الثاني اللي هو 5613 تقسيم 4699 دكتور 1.19 1.2 ما طلعت لي 1.4 انتبه من ناخذ اي سكسسيف سيز مثلا اخذنا 991 991 تقسيم 883 قد طلعت لي 1.12 ما طلعت لي 1.4 وهذا الشاهد انه هاي العباره هم ايضا يبدو انه الكتاب ببعض الاخطاء قلت لك انا مرات ادقق بالارقام شويه فيبدو انه ايضا خطا واضح طلاب؟ كان دكتور الفرق بيناتنا اقل من جذر 2 قصدك؟ اقل من جذر 2 بالضبط يعني دكتور ما تتجاوز ال 1.2 لازم النسبه؟ تقريبا انا طلعتها يعني تقريبا 1.2 شكرا الله يحفظك فانا احب اقول لكم لان هو هذا تشوفونها هسه انا ماخذ لها صوره من الكتاب مالكم لو في شيء رسمي ستاندرد مالك بس من طبقتها وشفت انتم بعض الاخطاء بالبوينتات قبل السلايدات بالرسومات ايضا فيراد واحد يدقق ايضا ما يعتمد 100 دكتور بس العفو بروسيجر انفولف دكتور العفو اذا يعني حتى المصدر في اخطاء هاي شو تسوي لا ارقام بسيطه هاي خطا مطبعي مو جذر 2 ما معقوله فد خطا مطبعي دكتور ما ادري والله ما يلا خير ما ادري سبيد هاي قدامكم احنا طبقنا وشفنا صح لو خطا ما تقول مثلا تقول علي سعيد جابها من عنده لا 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 قدامكم هاي وش اسمه طبقناها وشفنا دكتور فلما تاخذ الجذر يطلع 1.09 يعني حتى النسبه بعيده كلش لا جذر 2 1.19 نعم طيب 2 جذر تربيعي لا 2 1.4 محل الشاهد انه يعني مرات تهمنا بين قوسين طقطق به الارقام شويه نكمل طيب اليوم نريد نخلص شوية من وقت على مود ورانا بعد هواية 80 سلايد. Procedure involved تونا خلصنا 4-3 Procedure involved mechanical shakings of sample through a series of successive small series. Weighing of the portions of samples retains on each seed. يعني يبدي يشتغل الجهاز ورا ما يشتغل البارتكل سايز الكبيرة تبقى بالسيف الأعلى وينزل البقية particle size الأقل من عدها تبقى بهذا السيف والأصغر تنزل وهكذا بعدين نوزنهن نفتح الجهاز هو السيف موجود يعني نفتحه وكل سيف ننزله على البيبر مالتنا ونوزنه وبعدين نسوي التحليل مالتنا وهسه يجي شلون نسوي التحليل results depends on types of motion يعني النتيجة تعتمد على حركة المنخل مالتنا سيف مالتنا مرة يكون vibratory مرة يكون side tab يعني المنخل وأكو بيه في الذراع معين يضرب به انتم شايفين هسه مهات من 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 نخلا فتشي تضرب المنخل هيك صفح على مود شنو تمنع الكلوجينج شايفينه لا ما شايفينه
نعم دكتور زاحل الجانب الصيف. يا دكتور. اي ف اي فهذا على شنو المن فائدة التابنج تضرب جانبي. العمود ما يتجمع ويبقى ما شنو فائدة التابنج؟ العمود ما يتجمع عند المستقبل الصغيرة تنزل والكبيرة تبقى يعني بالسايد نفسه. هي على مود تمنع الكلوجين بصورة عامة. زين اكو سايد تاب، اكو بوتوم تاب الماكينة نفسها، اكو الروتري والتاب، واكو الروتري موشن. هاي كل حركة منهن تأثر لي على النتيجة مالت التاب السيفنج مالت. وبقى الوقت which is influenced by load or thickness of powder per unit area of sieves، هذا هم أيضا يأثر لي عليه. وهذا هو تشوفون السيف، سيف نمبر مش نمبر 30 يكون حجمه كبير، هنا 45 أصغر، هنا 60 أقل، 80 وهكذا. زين الادفانتج مالت السيفنج ميثود يكون دايركت ميثود واكيوريت كنترول كونديشنز سمبل اند افيلبل. الديس ادفانتج يجي واحد من جانب اخر يقول لا هي لس اكيوريت لما نقارنها بالميكروسكوب. ليش؟ يقول دونت انديكيت ذا شيب اوف بارتيكلز. احنا قلنا بالميكروسكوب يعطيني كم دايمنشن دكتور؟ 2 دايمنشن 3 dimension 2 dimension 2 dimension والالترا مايكروسكوب الالكترون مايكروسكوب يعطيني 3 dimension، بينما هنا ما يعطيني اي dimension، يعطيني ويت وويت وسايز فقط، ما يعطيني dimension. البلوكينج الديس ادفانتج مالته البلوك مور بارتيكلز فروم باسج. من يقول لي شنو هاي العباره؟ انا ما اريد بس انا احكي على مود انتم همين شويه دكتور. الجزيئات الكبيرة مرات تمنع الجزيئات الصغيرة من المرور. ممتاز. التحريك. ممتاز. ممتاز. النقطة الثانية هي الجزيئات الكبيرة تمنع الجزيئات الكبيرة من المرور مو من التحريك. من المرور. زين. Aggregates of particles by electrostatic attractions or humidity may occur. الشيكينز may cause particle size reductions. يعني نتيجة هذا الاتريشن والشيكينج ممكن تضرب بالجدار مالت السيف مالتي، ممكن تضرب بالواير مالتي مالت السيف، فممكن يقلل السايز. الداتا شلون ابدي ارسم الداتا؟ مثلا عندنا الباتوم تايب، الباتوم تايب يتر من يضرب من الاسفل، يعني ما راح الجزيئات تتحرك وممكن تفلت من المكان نفسه اللي مدمع به. ممكن 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 كل شيء ممكن. عندنا الداتا شلون ابدي احلل الداتا وابدي ارسمها وابدي كذا اوزعها؟ باستخدام الهيستوغرام. الاماونت اوف باودر ريتينز اون اي سيفز از ديتيرمايند، نحدد وزن كميه المواد اللي بكل سيف. The total amount of powder retains on all sieves are determined. نبدي كل سيف نقول هل قد وزن لقيناه، والمجموع مالهن هل قد. Percent of each amount retains from the total amount retained, not from the total amount of powder used in the analysis process is calculated. هاي من يشرح لي اياها؟ ها شباب شباب ترى الحجم مال محمد ماري محمد 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 نعم. رخصت اريد البقيه يا شباب. دكتور يعني احنا دكتور بنت الهدى زهراء هسه، يعني هم انتم برغام ومحمد وزهراء ولا قصورا بالبقيه، بس هم اغلبهم احس بهم جاي يشاركون يعني.
بنت الهدى وينك؟ نعم دكتور. ألو. يلا شرحي لي هاي السين. شرحي لي سين. سين شرحي لي. دكتور. إيه. دكتور النسبة المئوية للكمية اللي محفوظة مقارنة بالكمية الكلية. شلون يعني؟ كملي لي العبارة كلها. يعني بعدين انه احنا النسبة المئوية مالت كل كمية تنحسب مقارنة بالنسبة الكلية، الكلية الإجمالية. يعني اي ورا القوس شو يقول؟ من القوس not from the total amount of powder used in the analysis process. يعني ما راح مباشرة الكمية الإجمالية نحسبها. لا أريد هاي بين قوسين شنو أهم شيء هي بعد إيمان مطر دكتور. ها أعطيك مجال برام أعطيك. أنا أريدكم تشاركون لا تخافون، يعني مو عيب من تنطي معلومة وتطلع خطأ، ما لكم مشكلة، طبيعي جدا. تفضل زهراء. دكتور زهر دكتور، يعني انه انا هاي الكميه النسبه المئويه مال الاماونت اللي اريد احسبها اخذها من التوتال اماونت، بس يا توتال اماونت اللي راح يصير ورا الانايس ورا الـ يعني ما احلله واكمله، مو الكميه الكليه اللي انا خليتها بالاول نفسها. ممتاز. سمعتوا زميلتكم زهراء ايش قالت؟ هاي التوتال اماونت انا اطلع نسبه اخذ يعني مو صارتين بكل سيف وزنته ووزنتهم كلي، لأن بكل سير طلعت المجموع الكلي مالتهم، فأطلع نسبة اللي هو آخذ الوزن مال بالسيف الأول على الكلي. بس يا كلي، الكلي هذا اللي حسبته هسه، مو الكلي اللي جبته أنا موزنة وخليته بالسيف الأول ينزل وكذا. مثلا جبت لي كيلو، بس بالمحصل النهاية جوز طلع لي 900 غرام وكل سيف من أجل حسبهم 900، أنا حسب كل للتسعمية مو زين. نرسم ال percent retained on ECs on y axis against the signed on the x axis. هسه سيف نمبر باست وريتينز من 40 إلى 50، المين سايز مالته اللي لقيناها مالته 470 مثلا، والسيف نمبر من 45 إلى 60 لقينا 300 الارثمتك مين سايز. زين، ومن 60 الى 70، من 60 الى 80 لقينا هذا الوزن مال الباودر هذا اللي بالسيف الاول لقيناه 57، الوزن بالسيف الثاني هلقيت، فطلعنا الكلي. نرسم البيرسنت اللي هي 57.3 على 400 طلعت لي 13، 181 على 400 طلعت لي 41، 49.7 على 400 طلعت لي 11. فبعدين اجي ارسم اللي هو البارتيكل سايز، بارتيكل سايز فيرسس بيرسنت اللي هي طلعتها. واضحه طلاب؟ اذا مو واضحه قولوا لي على مود اعيدها لكم، لان مهمه هذا وقد تجيكم بالامتحان. والله دكتور يا رب فايده لان ما جاي افهم. يعني انا اجيب لكم مثلا أجيب حد العمود الثالث بس المجموع ما أجيبه، أنت شو تسوي؟ يعني هذا بالسيف الأول، الحجم مالت السيف الأول هلقد 470 سايز مالت، لقينا وزن الباودر اللي صار بيرتيند على سطحه 57.3. أنا أجيب لكم الحد هاي مثلا، المجموع هذا ما أجيبه، أنت شو راح تسوي؟ تجمع لي إياه، تطلع لي البيرسنت مالته، وبعدين تبدأ ترسم. إيش ترسم؟ ترسم هذا العمود تخليه بالأكس أكسس، وهذا البيرسنت تخليه بالواي أكسس. يعني تخلي النقطة اللي بيها 470 سايز زقد نسبتها 13، نجي للرسمة. هاي اللي هي 470 زقد نسبتها بيرسنت
13. نجي مثلا ثاني اللي هو 300، ايش قد النسبه مالتها؟ كم قالوا لي؟ المدى شكم وياي ولا 41.41. هاي 300 ايش قد النسبه مالتها؟ 41. وبالتالي ورا ما حللت شوفون هسه من اجيب لك هاي الرسمه اقول لك البادر هذا مالتي، هاي التحليل مالتي، ترى سن اول ما تشوفه باي فيجواليزيشن اونلي راح تعرف لي انه عندي هذا السايز رينج مالتي من 470 الى 90 او من 90 الى 470. اكثر شيء راح يكون ال 300، اقل شيء راح يكون 127 وهكذا بسرعه. دكتور يعني هاي لها علاقه بالملك نمبر؟ إلى علاقة بالمش نمبر. شوف هذا هو المش نمبر. شوف هذا المش نمبر من 30 إلى 45. يعني شنو من 30 إلى 45؟ يعني السيف الأعلى 30 والسيف الأسفل 45. بس إيش قد بقى بالسيف الأعلى؟ 470. بقى 57 غرام. ثاني أهمية موضوع دقيقة تقريبيات ثاني أنا 27 أكل زيادة بي أي دكتور كلهم كلهم زيادة بي. على العموم أنا أهمية راح أراجع لكم إياها إن شاء الله ونشوفها سهل. يا مدام أرقى سبعة وخمسين بوينت ثلاثة تقسيم 440 13 440. إذا الخطأ بس بالمجموع، بس بالمجموع. يعني أنا أتذكر أنا مطلحين بس الظهر النقل مالتي إلهم. هسه انضبطت الوضعية تمام. المهم تتفهم الطريقة، أريدك تفهمها من تطلع من المحاضرة اليوم، أريدك تفهمها. أنت راح تفرق لي عن اللي يتابع لي الفيديو اللي راح انزله ان شاء الله، انه هسه انت جاي تفهم تتفاعل وياي وكذا، والما فهمها تقول لي بها، بينما بالفيديو اذا ما فهمتها طارت عليك. واضح؟ فهم دكتور. هسه هاي واضحه. نجي نرسم هنا النوبه، قلنا رسمنا انتهت القضيه. البارتكل سايز بالمايكروميتر فيرسس البيرسنت مالها. نجي الطريقة الثانية لتحليل البيانات مالتنا. دكتور بس السؤال بالرسم الجو. اي برد دكتور. عفو. ايه. بالرسم دكتور عفو. ايه. ايش عدد بدينا بال 470؟ غير مفروض نبدأ بالأقل قيمة؟ احنا هنا بالجدول الجدول هذا، لا بالجدول هذا تمام. عندنا طريقة ثانية اللي هي plot data as cumulative persons over size and under size. يعني هسه هنا عد size range 0.7 micrometer مثلا، 1.2 1.7 2.2 2.7 4.2 3.7 تمام. هذا size زين. عدد particles، عدد particles اللي موجودة
بهالسايز هذا 2 وبهالسايز هذا 10 وبهالسايز هذا 22 وبهالسايز هذا 54 انت ما تطرح من 10.7 تطرح من 8.0 من البيرسنت يعني هسه 98.7 ناقص 8.47 نعم دكتور مو انت قلت نطرح من الرقم هذا فانا لا لا تطلع 89 واحنا عندنا الاساس شوف حبيبي الاساس عندنا البيرسنت احنا مره من البيرسنت نطلع اندر سايز ومره من البيرسنت نطلع اوفر سايز نعم فهسه مثلا بالاوفر سايز 100 نطرح منها 1.7 هي خربطتنا هاي ال 1.7 اللي هي المساويات المساويات 100 نحسب الاوفر سايز اي ال 100 نطرح منها 1.7 طلعت 98 98 نطرح منها 8.47 مو 10 فتطلع عندي 89 وردت تخربطني قوة وإن شاء الله ما أتخربط إن شاء الله دكتور أنا كنت يعتمد على البيرسنت دكتور ما أربطك والله بس لأنه أنا على هذا الجدول مال الأندر سايد ممتاز جدا ماكو مشكلة حبيبي كلش عادي أنا أكيف مالت الله غير أطلع لي خطأ كذا بالعكس الإنسان شوفوا إحنا معنا اللي يسمونه بشر وأنا أخطأ طبيعي فماكو ضير وماكو عيب وماكو كذا وإحنا تعلمنا حتى بالبحث بالكتابة مال البحث بغيره يقول عين عن عين تفرق فأنا بعيني أشوف مثلا هذا الشيء كذا أشتبه غيره الآخر لا يشوف وهكذا هسه شلون إحنا كتاب المفروض يعني مثلا هم وpeer reviewed يعني مراجعينه عدة مرات وشفتوا هسه كم خطأ لقينا إحنا موجود فيه نعم دكتور هسه هذه طلعنا بالجدول كميلاتيف اندر سايز هي انطيكم اياه وانتم تطلعون المجموع وتطلعون النسبه مالته واضح ممكن تعيد يقولوا لي اعيد لو هاي هي وين زهرة؟ زهرة. إيه دكتور. اشتغلين عيد. دكتور الجدول فصل النت فيه فما فهمت كلش. شلون؟ الجدول فصل بين النت فما فهمت كلش. نازل عندكم كان منزلينه هو نفس الجدول نزله أنا المحاضرة نزلوها. تابعوا وياي يعني بال. إيه أنا متابعة في المحاضرة بس وصلت فصل يعني كله فصل. قصد الأرقام ما تعرف منين جت. هسه مين تردين أبدي ليش؟ الأرقام هنا أنا شلون طلعناها؟ ما قلت إنه أنت 98.3 مين من طرحنا على من نطلع؟ إن شلون طرحنا؟ إحنا أول ما نبدأ بمية cumulative percent oversize نبدأ بمية نطرح منها ال 1.7 طلعت 98.3 أطرح منها 8.47 طلعت لي 89 أطرح منها 18 طلعت لي 71 الكوميولاتيف أندر سايز لا أبدي بنفس القيمة وأضيف لها القيمة الوراها اللي هي 8.7 طلعت لي 10 أضيفها 18.64 طلعت لي 28 وهذا واضحة بابا؟ نعم دكتور شكرا لا نعم
نبدأ هسه نوبة نرسم. إيش نرسم؟ نرسم البيرسنت، نرسم البيرسنت من 0 إلى 100. هاي أنا رسمتها بالبرنامج versus size range in micrometer اللي هو عندنا إحنا تقريبا من 0.7 إلى 3.7، فأنا مخليها هنا تقريبا من 0 إلى 4 أقصى شيء، هي 3.7 ونخليها 4. فمن أنزل القيم أول شيء وحدة 0.7 اللي هي under size، البيرسنت مالتها جقد طلعت لي 1.7، هذه الأندر سايز بالأحمر 1.7. الواحد واثنين هاي تقريبا إيش قد النسبة مالتها 13 مثلا كذا، بس احنا على الرسم مالتنا وهكذا. فراح نشوف هنا نقطة التقاطع مالتهن هي هاي راح تنطيني المين مالتنا اللي هو تقريبا هنا 2.2 تقريبا. فهنا من خلال هاي الرسمة قدرت أعرف الديستريبيوشن مالتي، وقدرت أعرف حتى المين، المين سايز مالتي. مثلا يقول إذا جزء من الباودر يمر بسيف ميش نمبر 200 ويستقر على سيف ميش نمبر ميش سايز 200 ويستقر، يعني احنا نبدأ من الأعلى للأسفل للأصغر، واستقر على ميس سايز 100 مايكروميتر، فش راح نقول هذا إله ميس سايز أقل من 200 وأكثر من 100. إذا هذا الباودر نفسه مر خلال سيف المش الميس سايز مالته 4 وريتيند على سيف المش سوري هنا هالمرة المش نمبر، المش نمبر 4 وريتيند على سيف المش نمبر مالته 40، فش أقول؟ أقول هذا أقل من 4 وأزيد من 40. يقول under all sieves there is a collector, powder collect in these collectors are collected for further analysis using series of sieves of narrow size. هذا المجموع اللي بالنهاية اللي ينزل اللي يستقر بعد على البوتم مال السيف مالتي أخذه أوديه إلى سيف ثاني اللي هو شبيه يكون على السايز مالته أقل من الأول. سيدمنتيشن ميثود، عندنا بالسيدمنتيشن ميثود بالتحليل طبعا لما أخذنا السيف أخذنا الميكروسكوب عندنا سيدمنتيشن. سيدمنتيشن مرة نستخدم سيمبل سيدمنتيشن اللي هو أندريسن بايبت، هذا أندريسن بايبت اللي هي هذه، هذا البايبت الفكرة مالتها على مود أشرح لكم إياها بشكل يعني رفلي. نجيب باودر ونخليه بفلويد ولازم يكون غير دائب، وراء عشر ثواني مثلاً وراء عشر ثواني أبدي أسحب، يبدي هذا الباودر يبدي ينزل حسب البارتيكل سايز مالته، وراء عشر ثواني أسحب لي سامبل ارتفاع شقد مثلاً فد 20 سنتي. بالعشر الثواني الثانية يعني وراء 20 ثانية بارتكلز الأصغر وهكذا. هاي الفكرة مالت باستخدام الستوكس إكويشن البارتكل دايميتر نقدر نقيسه. شلون نقيسه؟ يقول الريت أوف سيدمنتيشن يساوي شنو؟ الهيت أوف سيدمنتيشن اللي هو الديستانس أوف فول على التايم، وهذا شيء يساوي لي، يساوي لي مربع الدايميتر مضروب في الرو اوف سوليد ماينس الرو اوف فلويد اللي هو الدنسيتي اوف سوليد ناقص الدنسيتي اوف فلويد مضروب في التعجيل الارضي على 18 ثيتا اللي هو الفيسكوسيتي اوف ذا فلويد. وهذه حكيناها. الادفانتج مالته بالاندريسن بايبت يكون رابد. الديسادفانتج ممكن يصير بي ديفيشنز فروم ستوكس لو حسب الاختلاف بعض البارامتر الموجوده بالستوكس لو، لان عندنا عده بارامترات، عندنا الدايميتر عندنا الدنسيتي عندنا الفيسكوسيتي وهكذا.
impactions of particles with each other and against the inner wall during settling هيتأثرلي particles نتيجة برونيان موشن مالتها تضرب مع بعضها تقلل السيدمنتيشن أو تضرب بالوال تقلل السيدمنتيشن. The concentration of solution should not be more than 2%. لازم من نسوي suspension يعني نجيب البودر مالتنا نختار فلويد معين فلويد هذا يكون غير ذا يعني ما يذوب للبودر مالتي. البيرسنت مال تقريبا 1% ما تتجاوز 2%. الباتش يعتبر باتش بروسس doesn't give a clean split of particle. ليش؟ لأن بالبداية some small particles may settle near bottom of the tank removed with coarse particles. يعني البارتكلز الثقيلة هي اللي تسحب لمرات البارتكلز الخفيفة. عندنا الكونتينوس سيدمنتيشن تانك بالبداية سيمبل سيدمنتيشنز وهسه عندنا الكونتينوس سيدمنتيشن تانكس هو شالو تانك ديزاينز وذ ان انلت اند اوتلت بارتكلز انتر التانكس عملية مستمرة يجري الفلويد بيها will be affected by force. الفورس هذه يا اما تكون فلويد فورس يا اما تكون جرافيتي. فلويد فورس فلويد فلو يدفع للبارتكل والجرافيتي تنزل للبارتكلز بالاسفل. الكورسس بارتكل being nearest to the inlet والفاينس nearest to the outlet على اعتبار انه الفلويد فلو هو اللي راح يدفع لي الفاين. بعض التانكس اكو بارتيشنات يرتبونهن على الفلور مالته فعلى مود يبدي يفصل لي البارتكلز باستمرار. In other tanks, flow is arranged so that only coarse particles will settle out. Fine particles being carried through the overflow and collect thereby sedimentations or filtrations. بعض التانكس مرتبة بس يفصل لي بس ال coarse particles. الفاين لا تذهب إلى إنه طريقة ثانية لقياسه. Advantage simple and expensive, continuous in operations and give clean separations of particles into many size. عندنا centrifugation إذا كانت عدة جدا fine particles نتيجة هاي fine particles راح تكون لها حركة Brownian motion فما راح يصير بها settle down نتيجة gravity فيسرعونها عن طريق gravitation. زين الالتريشنز هي movement of fluid against the directions of sedimentation. يعني فكرتها إنه يجيب particles powder ويخليه بالبوتوم مالته ويمرر من البوتوم شنو فلويد. هذا الفلويد مرة يكون water مرة يكون air مشار يعني مرة يكون هواء فيبدي يدفعه. هذا مني يدفعه الكورس احنا نشوفه هنا بالإليتريشن. هذا فشوف عدة تيوبات أو عدة فيسل تبدأ من الأرفع فالأعرض 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 وهكذا. يبدأ بها يدفع لي الـ particles. فمن يدفع لي الـ particles الـ coarse particles تستقر الفاين بارتكلز ترتفع اعلى تستقر الفيري فاين بارتكل ترتفع اعلى وتستقر وهكذا. هلا علاء اي فهي الفكره مالته انه الاتجاه الفلويد هذا قلنا سواء كان هواء او ووتر او سولفنت معين من يتجه للاعلى يبدي السرعه مالته نوعا ما تقل. فمن قلت السرعه البارتكلز الثقيله بعد ما يقدر يدفعها يصير بها سطل داون بهالمستوى هذا وهكذا. فهذا جدول كومباريزن بين السيدمنتيشنز والاليتريشنز. Sedimentations يكون stationary
بينما الالتريشنز يكون moves vertical against the gravity in an opposite directions to the sedimentation. Separation يعتمد على time of settling of particle, بينما هنا يعتمد على velocity of fluid. Separations into several fractions may be affected by using a number of vessels or increasing diameter. With suspensions entering the bottom of the narrowest column, overflow from the top to the bottoms of the next one. اكو جهاز ثاني يتحرك أمينا من الأعراض للأقل موجودة بالرسمة عندكم. وهكذا يتحرك إلى أن أرفع شيء الفصل ماله. Particles by decreasing size will separate in the wider vessel. الادفانتج مالته انتم مطروحة عليكم. عندنا الكولتر كاونتر، الفكرة مالته أجيب إلكترولايت وبي هذا الإلكترولايت تو إلكترود قطبين وأسوي سسبندنج للبارتكلز بالإلكترولايت. يعني شنو سسبندنج؟ يعني البارتكلز المفروض ما تدوبين بالإلكترولايت وراح يمر الفلويد مين بين القطبين. فإذا البارتكلز لها حجم معين، إذا كانت حجمها كبير راح تسوي ريزيستنس للإلكتريسيتي اللي تمر بين القطبين. هاي الريزيستنس تنعكس لي على شكل إشارة. هاي الإشارة الأمبليتيود مالتها حجمها وكبرها يعتمد على شنو؟ يعتمد على السايز مالتها. إيش بيدي مرتضى شو أسوي لك يعني؟ إذا أنت يفصل عندك فكل ما مثلا اذا مر كانت كبيره راح تولد ريزيستنس عاليه، فالويف اللي راح تتكون تكون عاليه. يعكسها اكو فد بروسيسر ينطيني حجم البارتكلز مالتنا، وهذا هو شكل الدايفرام مال الجهاز. الادفانتج والديس ادفانتج روها يمكم. عندنا دايناميك لايت سكاترينج دي ال اس، تبغوا نعمل المختصرات شنو؟ Light emitted by helium neon laser lamp is incident on the particles. The particles اللي يكون حجمها كبير مقارنة بالwavelength. Light is being diffract, ينعكس. The small particles اللي هو قريبة من الwavelength, light is being يتشتت, scatter. قياس, measurements are conducted on dilute particle dispersion rather than single particles. يعني لازم همين نختار لنا فد suitable fluid ويكون غير مذيب لهذه الparticles. If measures the velocity of particles in motion and يقسمنا سرعة الparticle بالموشن مالتها Brownian motion, correlate this velocity to the size. وبعدين يعكسها معادلات إلى الحجم مالتها. وهذا هو الشكل مالتها. الadvantage with disadvantage of application سهلة ما فيش. عندنا تحديد specific surface area اللي هي قلنا surface area per unit weight indirectly related to particle size. عندنا the absorption of gas اللي هو Brunauer emit and Teller اللي هو BET bit. اي مرتضى حبيبي شو اسوي لك يعني؟ انت فصل النت عندنا، نفصل النت عندنا كيف صار خدمتك ان شاء الله. ان شاء الله هالاسبوع هذا ينزلن ثلاثه تسوي زين. هاي الفكره مالتها اجيب نيتروجين غاز الله يحفظك. هاي الفكره مالتها ويا طلاب بعدكم قاعدين لو نايمين؟ نعم دكتور. ها بعدين بس جوعان وياك بس الوقت الوقت مالتها الوقت مالتها تعبان واحنا الوقت ولا صلاه لحد الان لا مصلين ولا شيء. والله دكتور اذا قدر الوقت تقدمه فيعني بعد احسن يعني ليش لا صلاه لا كل شيء لا لا اخره ولا دنيا عين. الفكرة مالتها الأبزوربشن
طبعا هي ما صايره يعني ما الواحد يجرها ثلاث ساعات محاضره فشي واقف صح سي ما ادري ما اعرف يعني شلون يرتبونها ما ادري المفروض هي يعني مثلا يوم انت عندك وقت سابق يعني فراغ ما عندك محاضره بي فبلكي ترتب ويا العماده انه وقتها نقدمه شوي احنا ما كنت بالحضوري كنت انطي شو اسمه ساعتين بساعه ساعتين بساعه وتمشي الامور بس مالت ثلاث ساعات نجرها هسه قصرنا صارنا من 11 ونص لوحده ونص صارنا ساعتين نعم دكتور ما كلش يعني فصلنا من ناحيه الشرح يعني من ناحيه الشرح جاي نتابع وياك على شرحك ما جاي بقى المحاضره طلعت ما 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 تلقى لك ايش قابليه يعني واحد يحكي له ساعتين شنو فرمت زين دكتور احنا محاضره التدريبيه العملي اللي قبل الصناعيه ناخذها يوم الثلاثاء نقدر نقدم له المحاضره العملي تاخذونها الاربعاء مو الثلاثاء لا عندنا سريريه عملي قبل محاضره الصناعيه يوم الخميس بس احنا ما ناخذ الخميس ناخذ الثلاثاء والله خلاص دكتور اذا بيها مجال يعني تشوف العماده انه شويه تزح في المحاضره بعد احسن اي لو من وقت شويه لان هذا الوقت شويه يعني مثل كلها وقت غدا وقت صلاه يعني قبلها كانت عندنا سريريه هم من ساعه ونص تقريبا الى ساعتين ف يعينكم الله وانا لزمتكم هسه راح لكم ثلاث ساعات لا يا بس سريري أحوال مهوار مصنعي أقضيكم قضية أنا ما خايف بس يعني من ناحية الشرح احنا معتمدين عليه أكثر يعني على الشرح حتى شرح أنت اللي توضحه يعني المحاضرة ما جاي نباوع بيها لأن صراحة تدوخ هي تدوخ تدوخ وأنا مرات تدوخني مو بس أنتم إي والله صحيح يعني عبارات شوية عادي تنسي ساعتين ها؟ يعني ساعتين ساعتين يعني هي المفروض ساعتين المفروض مو أكثر يعني مو شرط بقية المواد ساعتين وهاي يلا هاي هي هاي هي تركوها وعلى على الأسبوع الجاي نكمل ناخذ أربع ساعات إن شاء الله لا لا أقدر لو نكمل خلي نكمل شوية بس إحنا وصلنا 63 دكتور يعني شرحك انت واضح لنا لان ما ماشي ماشي وانا مره اشوف افك لكم العباره كلمه كلمه ومره لا اشرح لكم بشكل عام يعني دكتور من تشرح ما انت هذا اشوف انا حسب الوضع حسب الوضع نشوف بس الابزوربشن اوف غاز يعني الفكرة مالته يجي الغاز النيتروجين يشكل في الطبقة مونولاير عليمن على البارتكل يعتمد هذا التشكيل مالته عليمن يعتمد على البرشر سبلاي مال الغاز يعتمد على البرشر سبلاي مال الغاز فنقيس الالت فوليوم اوف الغاز مال نيتروجين غاز والاوتلت مالته فراح نعرف إيش قد فوليوم موجود صار بي نسميه adsorption adsorption امتزاز صار على يمن على سطح البارتكلز زين البارتكلز هاي عندنا إحنا وزن محدد محددينه مسبقا اللي هو مخلينا 1 غرام ندخلها المعادلة اللي هي هاي المعادلة بيت equation اللي هي specific surface area تساوي لي area of nitrogen molecule adsorbs on particle مضروبة في الأفوغادرو نمبر عدد أفوغادرو مضروبة في volume of gas adsorbs on 1 غرام وهذا الفوليوم حسبناه 100 حسبناه من الفوليوم إلت ناقص الفوليوم أوتلت وطلع لي إيش قد صار بي adsorption وهذه المولكولار ويت على الدنسيتي مال البارتكلز فهنا قدرنا نحسب الspecific surface area اللي هي قلنا سيرفس اريا لوزن محدد سميناها سبيسيفيك سيرفس اريا وهاي الفكره مالها زين بيرميابيليتي ميثود هاي البيرميابيليتي ميثود
يقول نجيب باودر ونخليه فت كونتينر معين، باودر همينه وزن معين محدد، ونبدي نسلط ضغط من الأسفل. زين، مدى مقاومة هذا الباودر لهذا الضغط، نقيس البريشر لور وبريشر أفر، فالاختلاف ينطيني، ندخلهن أيضا المعادلة فينطيني السايز مالتي اللي هي هذه المعادلة اللي يسموها بويزي إكويجين. بويزي إكويجين هذه ظهر بالفرنسي، بس هي اللفظ مالتها بويزي إكويجين، وهذه المعادلة مالتها اللي هو volume of air flow through a sample، حجم الهواء اللي مر خلال السامبل، النسبة الثابتة في الدايمتر تربيع أس أربعة، مضروب في الاختلاف بالبرشر أندر وأبر الباودر مالتي، مضروب في التايم بالوقت مالتي على 128 ثيتا اللي هي viscosity of air. عندنا theory of comminutions، ال particles من أبدي على مود أبدي أطحنها، أبدي أشكل ضغط عليها، هي هاي ال particles. بالبداية زيادة الجلط عليها يؤدي إلى زيادة المطاطية مالتها، نسميها elastic deformation. وهذه يحكمها هذه الفقرة هذه السترس بشكل هذا، تشوفون الخطين وياي طلاب؟ نعم دكتور. طلاب؟ اي دكتور. وياك دكتور. زيادة الخط نعم دكتور. هذا الخط المستقيم deformation يحكمه هوكس لو، هذا المقطع elastic deformation يحكمه هوكس لو، من يوصل لهاي النقطة يبدي يصير في deformation، elastic deformation نسميه. هاي النقطة شو يسمونها yield point. زين، become non-linear yield points which is measures of resistance to permanent deformation. هنا بهاي النقطة راح يصير بالبارتيكل الشكل مالته بعد ما ترجع، هنا من أشيل الضغط شبيه راح يرجع الشكل مالته، من توصل لهاي النقطة اللي هي يل بوينت بعد تزيها، إذا شلت الضغط بعد يبدي البارتكلز ماتها السق. فهنا with still greater stress regions of irreversible plasmations here in the yield point strength of material. هنا هاي ال area under the curve، هاي المساحة كلها يسمونها هي طاقة الكسر البارتكلز، طاقة كسر البارتكلز. وهذا بعد تشوفوه والحمد لله رب العالمين. هاي نرجع لها إرادة لها صفنة وانتم الظاهر بعد ما بيكم مجال كمل. رابط الحضور طلاب، هذا رابط الحضور، سجل حضوركم، أي واحد عنده صار سؤال كذا أنا حاضر.
طلاب سجلوا حضوركم. نعم دكتور. اللي سجل حضوره بعد يغادر. شرح إن شاء الله هالأسبوع هذا نزل لكم كامل 3 محاضرات إن شاء الله نبقى. وخلي ببالك الكوز موجود هم هنا نفس 5 دقائق مننا ورتبوا أموركم إن شاء الله. يلا طلاب كملتوا. دكتور بس عدم مداخلة إذا ما صير زحمة عليك. دكتور تسمعني؟ الآن 81 واحد بعد ما سجل طلاب على مود انهي بعد اللي سجل يطلع ياخذ راحته. دكتور تسمعني؟ اسمعك هسه. تسمعني دكتور؟ سؤال بضرغام. سمعك واضح. دكتور بس عنده مداخله يا ريت يعني شويه تقبلنا يعني او تحاول تجي لنا حل خصوص هاي الماده. سؤال حبيبي. دكتور انا ما سجلت يحتاج الى اذن. ما أعرف شو سجل راح أنزل لك الرابط مرة ثانية وسجل. إذن خشم كيف برغام سالف شتري تفضل. دكتور هسه أنا نقرأ مثلًا فارما يعني دكتور أقدر أستوعبها أو أتخيلها يعني أنا مثلًا أشتغل بالصيدلية يعني ضمن اختصاص وأنا شايفه يعني أعرفه من أقرأ الشرح مالته. كذلك نقرة سريرية اكو ارتباط بينها وبين الفارما وكذلك يعني اقدر اتخيلها كيسات وغيرها. بقية المواد مثلا السموم الكيمياء الصيدلانية يعني كان تقريبا اكو ترابط بيناتهم. هسه دكتور مادة الصناعية يعني هي دكتور من تقراها يعني هي عبارة عن اكوبمنت يعني ادوات عبارة يعني مال ميكانيك يعني انا لا شايفها ولا راح اشوفها اتوقع يعني طول حياتي ما راح اشوفها يعني هي اصلا ما موجودة يعني حتى بالمختبرات عندنا ما موجودة ولا بالعراق كله هي اصلا ادوات كلها تطبيقها ماكو تطبيق لها قليل جدا مو ماكو قليل على اعتبار احنا ما عندنا معامل بالعراق قليله وما عندنا بس قليله
فالفيلد مالتها ضيق، تطبيقاتها ضيقه. فدكتور يعني هسه انا ادرسها يعني تخيلها صعب، يعني صعب اتصورها، يعني انا ما اقرا يعني انت يعني المحاضره كلش داخل بها ديب يعني بالاكويبمنت وبتفاصيلها كلش. فدكتور يا ريت مثلا لو المحاضره مثلا يعني 80 سلايد ومنها 20 سلايد من المحاضره السابقه، يعني 100 سلايد خلال ساعتين او ساعتين ونص، يعني دكتور يعني على الاقل اربع ايام خمس ايام الا اقراها الماده، وهي ماده اصلا يعني والله الصراحه يعني اصعب ماده هي عندنا، يعني لا كورس ولا كورس ثاني عندنا ماده صعبه. هي مادة صعبة صحيح. أنا لو بيدي غير وين ضرغام؟ نعم. أنا بالنسبة لي هسة تقول لي غير، أنا تخصص صيدلة صناعية، ولو بيدي أحول المناهج كلينيكال وانطيكم فارماسوتكس، بس انطيكم بشكل يعني فيما يخص الفورميليشن وكذا، بس احولها كلها كلينيكال، العالم كله يتجه كلينيكال. هذا اللي يفيدكم كلينيكال، يفيدك بالصيدليه، يفيدك بالمستشفى، يفيدك ويا اهلك ويا اقاربك حياتك كلها. هو اللي يفيدك زي دكتور اصلا من احس ما اقرا هاي الاجهزه اللي هي الروبون ميكسر وذي البقيه، يعني شنو فائده بعدين نتخرج؟ ما راح انا متاكد ما راح اذا اشتغلت بمعمل ديش الساعه هذه عندك في الباك جراوند. هي الفكره شوف ضربة، هي الفكرة كلية الصيدلة ما راح تنطيك كل المعلومات، تعتمد على اجتهادك أنت، هي راح تعطيك الأساسيات، تعلمك شلون تبحث، تنطيك المعلومة الصافية، والأساتذة يعلمونك شلون تقرأ شلون تبحث شلون كذا، وأنت بعدين الشق طريقك بيا برانش بعد هاي يمك. بس مثلا على سبيل المثال كيمياء صيدلانية، على سبيل المثال شنو تطبيقها كيمياء صيدلانية بالحياة العملية؟ شنو تروح تدور ستراكشر مثلا؟ لا بس يعني تعرف معلومات اكثر، تعرف معلومات اكثر عن هذا العلاج. شو احكي لي احكي لي احكي لي تطبيقاتها تطبيق بس مثلا فارماكولوجي على سبيل المثال. فارماكولوجي انا شو اسوي بالمرات بالميكانيزم الديب، ودخل الصوديوم وطلع البوتاسيوم وسوالي من البوتنشيال وسوالي كذا، شو اسوي بها انا؟ انا اريد فتشي سطر واحد يفهمني هذا شنو من يا جروب من يا كلاس، هذا لوب دايرتكس مثلا، هذا فيازايد دايرتكس، يسوي لي سطر واحد كلش كافي. العالم يتجه الى الكلينيكال، كلينيكال هي راح تفيدك، اشوف العلاج مالتي، اشوف الديزيز مالتي شنو، شلون الساينوس سيمتومز مالته، الدايجنوستس مالته، التريتمنت مالته، الجايد لاينز مالته، الانتر اكشن، انواع الانتراكشن مالته، هواي سوالف الدوز الغيره، يعني هذه فيلد كامل، هو هذا اللي يفيدك بالضبط. زين دكتور هسه احنا بالنسبه لماده الصناعيه، يعني هي دكتور يعني ماده يعني تبع تعرف يعني هي ماده يعني تقريبا جافه وصعبه، يعني والله يعني انا صراحه ما اقرا يعني ثاني يوم تجي تدري روحك ناسي، مو مثل البقيه يعني تبقى ببالك لانه يعني مترابطه يعني. هي شوف هي شوف وينك وينك وين انت من تظل تتابع هسه جاي تشوف شغلات هي بسيطه، شنو نيدر بيتر مدري شنو هالسوالف هاي، فشي بسيط. بس قلت لكم انا اذا ما تقرا يوم بيوم راح تلاس عليك. ليش اقول لك الح عليك انا؟ اقول لك اقراها يوم بيوم، الاجهزه راح تمر بيك هواي. بس دكتور يعني هسه المحاضره مثلا هي 80 سلايد، احنا عندنا 20 سلايد من المحاضره السابقه، يعني عندنا 100 سلايد خلال يوم واحد، يعني دكتور يراد لك اربع ايام الى خمس ايام الا اضبطها. زين انا عندي غير مواد، عندي مواد غير الصناعيه. هي هاي هذا المنهج مالتك، هذا المنهج مالتك، شو اسوي لك؟ دكتور مقارنه بالمحاضرات والبقيه الجامعات والشيء، يعني احنا محاضرات محاضره 80 سلايد يعني كل الصعب، يعني احنا دكتور بقيه المواد 30 35 سلايد اقصى شيء، حتى ما 35 ما 35 يعني احنا 80. ودكتور مو بس هاي، يعني دكتور هي ماده صعبه، يعني هي اصعب ماده. دكتور انت شكيت برغام دقيقه دكتور، محاضراتنا مقارنة ببقية محاضرات الجامعات الأخرى